بونجور، أنا ميشيل حنا، بشتغل بالبيرو سوسيال بالعمل الميداني بالمنطقة. ووقت نزلنا على نزور العالم بالبيوت، تبين عنا بزياراتنا إنه في كتير عنا مشاكل، ناس بدها كوشات وبدها روستومي. وعرضنا المشكلة على الكوميتي دو مدريد، أخذت على عاتقها 79 شخص بين بيروت وتعنايل تقدم لهم الخدمة له العالم مجانا لمدة 9 شهور. ونحن بنشكرهم كتير ويعطيهم ألف عافية. We'll be right back.